السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. إذا كنت من المتابعين الجدد أرجو منك الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، وأتمنى من حضراتكم عمل لايك للفيديو ليصل لأكثر من شخص، وأتمنى تتفاعل معي في التعليقات، وشكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وهو نفس توقيت ليبيا والسودان وبلاد الشام. لو حضرتك عاوز توقيت العراق او مكة او الكويت او قطر او البحرين من فضلك اضف ساعة للتوقيت. لو حضرتك عاوز توقيت الامارات او عمان اضف ساعتين من فضلك. لو عاوز توقيت المغرب او تونس او الجزائر من فضلك قلل ساعة من الوقت الموجود. لو عاوز توقيت جرينتش او موريتانيا او انجلترا من فضلك قلل ساعتين من الوقت. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قناة معلومة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة. قبل ما أقول لك موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة والقناة الناقلة، أحب أفكرك بآخر مباراة لعبتها أتلتيكو مدريد، كانت أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في الأسبوع 24، والمباراة كانت يوم الجمعة 14 فبراير 2020، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد. خلينا نتعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة والقناة الناقلة. موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة هيكون يوم الثلاثاء القادم 18 فبراير 2020 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. المباراة هيكون ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وطبعا قلت بقية التوقيتات في أول الفيديو. المباراة ستذاع على قناة بي ان سبورت 2 والمعلق حفيظ الدراجي، طبعا في أكتر من قناة تانية ولكن دي أهم قناة بالنسبة لنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، ويا ريت اللايك المتين، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.